السلام عليكم. هذا مستشفى الجامعي الجديد لولاية توغورت، وليقع في مدينة توغورت، وهو مستشفى ذات سعة تاع 240 سرير. ونشوف هنا الشكل ديالو لائق جدا، وهنيئا للتوغورتيين واللي في المنطقة في الولايات المجاورة بهذا الإنجاز اللي سوف يدخل حيز الخدمة خلال نهاية السنة هذه تاع 2022. ونترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.